بينامنا انا تلين مرات شاي بيشتو انا ابي اختلاط التلاميذ او الطلاب مع بعضهم، الكردي مع العربي او السرياني مع العربي مع الكردي، كل ذلك يؤدي الى خلق روح الزمالة، روح اجتماعية، يؤدي بالتالي الى العيش المشترك، انه الانسان يقدر انه يعيش مع جميع الاقليات باصنافها، سريان مع شركس مع الاكراد، مع نقدر نقوم على هالاساس انه نعمر حضارتنا بالعيش المشترك، بروح التعاون، بروح الزماله، نقدر نعمر ونبني هالبلد. الكردية للاكراد، والاكراد نفسهم هن ذاتهم بيتعلموا اللغه العربي، اما العربي بيتعلم لغته بالاضافه له انه في حصه لغه كرديه، وهذا الشيء بالعكس ما ياثر على لا على العربي ولا على الكردي اذا تعلم عربي، بالعكس بنلاقي في روح اخوه بيناتهم. مباشره دروشن زربازرغاني سوكياني هذا سوكي ما بي